She said, Mary said to Gabriel, Bo, how can I have a son when no mortal hath touched me, when no husband has come near me, neither have I been unchaste, neither have I been an adulteress. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Saying, My Lord. O my Lord. Lo! The bones of me wax feeble, my body has become weak, and my head is shining with gray hair, and I have never been unblessed in prayer to you, my Lord, he said, my prayers were never rejected by you, O my Lord. 328. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك
منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. Oh John. Allah said to John when he reached the age of puberty and understanding, hold the scripture, act according to that which is in the Torah, seriously and diligently. And we gave him, and we gave John, wisdom, understanding and knowledge, when a child, when he was still young. And compassion from our presence, and we gave him compassion from our presence towards his parents, and purity, as an act of charity to them. It is also said that this means, we gave righteousness with regard to his religion, and he was devout, he was obedient to his Lord. 329. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا She said, Mary said, Lo! I seek refuge in the Beneficent One from thee, if thou art God-fearing, Taqiyya, if you are obedient to the All-Merciful. It is also said that Taqi was the name of an evil man and she thought that he was that man, which explains why she sought refuge in Allah from him. He said, Gabriel said to her, I am only a messenger of thy Lord, that I may bestow on thee, that Allah may bestow on you, a faultless son, a righteous son. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا He said, Gabriel said to her, So, it will be, just as I have told you. Thy Lord saith, It is easy for me to create him without a father. And, it will be, that we may make of him a revelation, a token and admonition, for mankind, for the children of Israel, a son without a father, and a mercy from us, to whoever believes in him, and it is a thing ordained, it is a thing decreed, that he shall be a son without a father. And she, conceived him, she bore him for 9 months, and it is also said, her pregnancy lasted one day, and she withdrew with him, i.e. to deliver him,
to a place far away from people. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Then she brought him, i.e. Jesus, to her own folk, carrying him, when he was 40 days old. They said, O Mary, thou hast come with an amazing thing, you have come with an abominable act. O sister of Aaron! O you who resembles Aaron in worship. Aaron was a righteous man, one of the best among people - and it is also said that Aaron was an evil man and so they compared her to him, and it is also said that Aaron was her half-brother from her father's side. Your father was not a wicked man, your father was not an adulterer, nor was your mother a harlot, nor was your mother a whore. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين
اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا Peace on me the day I was born, safety to me from Satan's touch when I was born, and the day I die, and safety to me from the compression of the grave when I die, and the day I shall be raised alive, when I am resurrected alive from the grave. 331. Such was Jesus, Son of Mary, such was the event of Jesus, Son of Mary, this is, a statement of the truth concerning which they doubt, i.e. the Christians, for some of them said he is Allah, and some said he was the Son of Allah and some of them claimed he was Allah's partner. It befitteth not, the majesty of Allah that he should take unto himself a son, glory be to him. Allah absolves himself from taking a son or partner. When he decreeth a thing, when he wants to create a son without a father, he saith unto it only, be. And it is, a son without a father, just like Jesus. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي
الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر.